جاهل ولا علو كده جاهل ولا علو صوبه كون اللي باقي اللي باقي والله ان نحرق بقى زاد على نيل اي واحد نبيع مشترين مليان انا من هذه مشترين هذا من كل بلاد من كل بلاد من عدن من تعز من الحديدة من كل مكان كم وصل مزاد السعر هذا؟ هذا يوصل ب 25 ألف ريال الآن وصل 25 ألف ريال آه. من المشتري؟ المشتري علي عنتر علي عنتر وهذا السيارة من قد سوي انت؟ والله أنا أصدره إلى مناطق أخرى مثل تعز صنعاء وذا والله يبتاع بحسب السعر بحسب السوق يعني في هناك محرقين ما محرقين يطالع على 50 ألف سلفة تون تأخذ 25 25 من شبل النهاية والسكر عم 50 كم لك البحر؟ من يوم السبت 8 ايام عندك من يوم السبت من هذا عن الصيف من دائما في الان حصل يوم السبت للان هذا واحد سكه 50000 والدبه مكتوب 30000 الدبه 30 الرتب كم ميل كم؟ ها؟ 27 ميل 27 ميل الباقي من شبل الاوضاع هذول والله شوف هنا هذا حي ما هلق حكي بس من فايده شنو ها انا ناجي ها من الخوخه نحن من ابناء منطقه راس العاره هذا الاخ عندنا ضيف او بمعنى الاصح انه نازح من منطقه الخوخه يتكلل احد الامرين من حيث النزوح ومن حيث المعاناه الان هو هذا راح له يومين في البحر لدرجه انه علشان يجيب هذا الصيد الوفير تكلل احد العذابين اولا غلاء البترول من ناحيه يعني تخيل في المحطات الباع الدباب 5000 ريال وهي محطات وفي سوق السوداء ب 6000 ريال هذا من ناحيه يروح الى عمق البحر 60 ميل او اكثر او يعود اليوم او قد ما يعود علشان انه يوكل عياله في الاخير انه يجيب لك حوض صيد ما يفيش بغرضها المطلوب وثاني مثنتين عليه ربما ايجار نازح ما يقد ما يوكل ما يشرب يعني حياتهم في احط يعني في انكس الامور ايش تتوقع من صياد بهذا الحال؟ ايش نحن نقدم لكم مواطنين؟ انا اعتبر بنفسي الان نازح في هذه الناحيه ايش تقدم له خدمات ما اقدر اوفر له برغم انه هناك في منظمات داعمه ممكن ما وصلت له بسبب انه هو في البحر يا يتعذروا بالبطاقه مش موجوده او عدد اكتمال النصاب القانوني لعدد الاشخاص المتواجده او انه تبعد عليه السبل احيانا هو يكون في منطقه راس العاره كصياد اهله يعانوا من ويلات الحرب في المخا متقطعين بالسبل حتى الحوارات ما يقدر يوصل مساله قول انت ايش الان الحاجات اللي تعانيها الان هو مديون الان عليه عجز حوالي ما يقارب 20000 ريال لليوم الواحد هذا اذا تكلمنا على الحد الادنى الحد الادنى للصياد فما بالك الحد الاعلى احيانا شهر يجلسوا في اعماق البحار تخيل لا اكل لا شرب وفي الاخير يجي هنا ما يحصلش خدمات نحن بانفسنا كمواطنين نعجز الدوله ما وفرتش بطريقه اساسيه ومن الناحيه الثانيه الان هو ممكن يتعرض لهذا في البحر بسبب القرصان وممكن انه تعترض احيانا احد السبب بسبب منع الاصطياد لانه ما يوجد هذا النوع من الاسماك الا في عمق البحر وهذا ما عندنا والسلام عليكم ورحمه الله. طيب انت من ايش تعاني؟ ها؟ ليش تعاني العمده؟ ها؟ ليش تعاني ليش؟ ايش يعني؟ انا ستعوض ستعوض حقي اللي رضاك راح اسكر ب 50000 وراح عند بسوق بالقياس 8 ايام بحر 8 ايام بحر وقفت هذا ب 25 ما يسوي له 25 من شابري واشي جربت واشي ماي واشي كهرباء واشي سليط وكل ما في له حاجه نعاني من الديزل والبترول والشقات النفطيه وازمه يعني زي ما تقول للايام انت توصل الى اين توصل الاسماك؟ حضرموت
أنا من أبناء العارة. هذه المنطقة لم يدخلها الحوثة، وإنما هذه المنطقة كانت مأوى للنازحين من عدن ومن باب المندب ومن ذباب ومن الخوخة ومن المخاب. وقد قلت يعني في هذه في وقوف الخليجيون إلى جانبنا، قلنا فكان الحزم عاصفة وهز الدنيا سلمان، حماه الله من ملك حصيف العقل ربان، فأنقذ أخوة ظلموا وفي أوطانهم هانوا، ولقن كل حوثي جلوسا تبكي إيران، وطالتهم من الجو صواريخ وإيران، وقد ذاعت إذاعته أحاديث وقرآن، فلا لوم على جار إذا ما غاف الجيران، وحوثيون وحرس ثعابين وحنشان، ولم تفعل كفعلتهم لا إنس ولا جان، فيا عفاش في اليمن كفى ظلما وعدوان، حروبا لا أساس لها وقاعدة وعدوان، فلا شك يخالجني بأنك أنت شيطان، أبا فهد فمعذرة لك شكر وعرفان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وشكرا جزيلا للجزيرة الذي جاءت إلى هنا تنقل أوضاعنا، فجزاها الله خير الجزاء وجزا من نقل هذا الموقف، وشكرا. هاي يوم يعطينا موسوعه. فر 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 صباح الورد. صبر لك نبيل. صبر صبر باقينا. هذا من ريمه.